والحقيقة الإنسان ده عجيب قوي. الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي يصنف وينوع في أكله بلا حدود. يعني مثلا الحصان يأكل برسي، الفرخة تأكل حب، الحمار يأكل تبن، البطة تأكل قشر بطيخ، بالكتير صنفين. لما يتمعظم أول حيوان ممكن يأكل صنفين. إنما تعالوا بقى شوف الإنسان بقى، نشوف بس إيه الأصناف اللي طلعها من القمح. حاجة عجيبة أوي. المكرونة مثلا، المكرونة ده بند لوحده بتاع 1000 صنف، سباجيتي وسباجيتيني والكانيلوني والمش عارف الشعرية والمقصوصة والترس الساقية ولسان العصفور وأنواع. وشوف بقى شركات المكرونة دي تعد لك 1000 صنف. وغير المكرونة عندنا البسكوت والكحك والغريبة والجاتو والتورتة، وعندنا العيش بأنواعه، عيش بلدي وعيش شامي وعيش فينو، وعندنا الفطير المشلتت والرقاق، وعندنا العصيدة والعشورة والكسكسي والكشك. ده غير بقى الأصناف إيه اللي هي باتون سليب، مش عارف توك توك، كورن فليكس، ميل في. وشوف بقى المخابز بتطلع كم صنف، كل ده من القمح. لما نيجي للجبنة، فرنسا لوحدها فيها 346 صنف من الجبنة. يقول له خطبة مشهورة بيقول كيف أحكم شعب يأكل 346 صنف من الجبنة. هو قصده إزاي أحكم شعب مش عاجبه حاجة؟ ما أصل إيه اللي يخلي شعب يصنف 346 صنف من جبنة من حاجة واحدة؟ معناها أنه ما بيعجبوش العجب. فيقول لك كيف أحكم شعب يأكل 346 صنف من الجبن. الفول بنعمل منه الفول المدمس والنابت والبصارة والطعمية، اللبن بيطلع منه مش عارف الآيس كريم بأنواعه، ده بند لوحده. ده غير بقى القشطة والزبدة والسمنة والمهلبية والرز بلبن والأجبان السالف ذكرها. اللحمة بقى ده افتح كتالوج لوحده، الرز بيف والمشوي والمحمر والمشمر والمش عارف الشيش كباب والهمبرجر والأصناف ملهاش عدد. وبعدين بعد كل هذه المائدة الحافلة تبص تلاقي الإنسان يطق في دماغه ويقول لك عاوز إيه؟ آكل لحم الحباري. ايه الحباري ده؟ نوع من الطائر النادر اللي لحمه طعمه عجيب. او مثلا عاوز اكل طاووس، ويكون بقى مطهي بقى بالطريقه الفرنساوي بقى طالع كده من سيرفيس بتاع مطعم ماكسيم، او يقول لك اوكتوبس او مش عارف ستاكوزا. الله، طفاصه. واضح ان دي طفاصه، والانسان فيه طفاصه غريزيه وشهوه للتنويع بلا حدود. طبعا بنضيف لكده الإعلانات دلوقتي في التلفزيون وفي الجرائد، إعلانات بدورها خطير جدا في الغواية والإغراء. وتفتح التلفزيون تلاقي اللي عمال يقرمش واللي عمال يأزأز واللي عمال يمصمص واللي عمال يمدغ، وكله يقول لك طعم مش عارف الشيبس الإيه وطعم الإيه. وبعدين السوبر ماركت بالفاترينات بتاعته، وبعدين الشارع نفسه. ده أنت لما تروح خصوصا في أوروبا، شوارع أوروبا دي حاجه غريبه، او تبص تلاقي الهيلب يور سيلف والاطباق طالعه كده تطشطش، وبعدين يبقى ايه على يمينك صدر عريان وعلى شمالك مش عارف ظهر عريان، كل انواع الاثارات. يعني الشارع ما يسيبكش في حالك، يشدك يثير غرائزك. حاجه غريبه، لا حول ولا قوه الا بالله. الواحد يعمل ايه؟ طب يعتزل مثلا؟ مش معقول. طب ازاي يرفض ده ويقعد مش عارف يعمل معركه مع ده؟ الناس تبوق طبعا، تقول انت مالك يا اخي ومال، ما تسيبنا ناكل. الله منك انت ما عندكش اسنان، الله انت هتنق علينا ولا ايه؟ مش هنخلص. يمشي جنب الحيط كده لوحده في حاله، يقول لك لكم دينكم ولي دين. ما فيش شك يعني ان الانسان دلوقتي محتاج لفن جديد اسمه فن إنقاذ الإنسان من نفسه، اللي هو كيف تقاوم شهوة بطنك. فن كيف تقاوم شهوة بطنك.